السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد البريشي، سأكون معكم اليوم في هذه القناة وهذا الفيديو من أجل شرح المزيد من قواعد اللغة الإنجليزية والتي يمكن أن تهم الطالب أو الدارس من أجل زيادة معرفته ومهاراته في هذه اللغة. في الدرس السابق كنا قد شرحنا أقسام الكلام وتحدثنا أن الكلمة يمكن أن تقسم إلى اسم ناون، الضمير بروناون، الفعل فيرب، الصفة أدجكتيف، الظرف أدفيرب، حرف الجر بروبوزيشن، اند حرف العطف كونجنكشن. وتطرقنا الى الضمير وشرحنا الضمير بشكل مفصل بشرح الجزء الثاني من اقسام الكلام وهو ناون الاسم. ماذا نعني بالاسم؟ الاسم هي كلمه تدل او تعرف ما يعني. الاسم العلم بروبر ناون. ماذا نعني بروبر ناون؟ هي اسماء الاشخاص، ليلى، احمد، سامي، الى غيره من الاسماء. يمكن ان تدل على اسماء البلاد والمدن، جوردان، عمان، لبنان، سوريا، إلى آخره. يمكن أن تدل أيضاً على أيام الأسبوع والأشهر، ومثال ذلك ساتردي، ساندي، إلى آخره من أيام الأسبوع، أو جانيوري، فبروري من الأشهر، إلى آخره. ويجب أن تكتب هذه الكلمات أولها بحرف كابيتال لتر، حرف كبير، لأنها أسماء علم تدل على شيء أو اسم علم. ومثال ذلك ليلى، إذا نظرنا إلى كلمة ليلى وهي تبدأ بحرف ال وهو كابيتال لتر. تقسم الأسماء أيضاً إلى أسماء النكرة common nouns، الأسماء النكرة، وهي يمكن أن تدل على نوعية أشخاص man, girl, woman, boy، إلى آخره. يمكن أن تدل على أشياء من الجمادات table, chair, bus, car وغيرها، الأماكن city, village, street، وأيضاً يمكن أن تدل على الحيوانات ومثال ذلك cat, lion, tiger، إلى آخره. وتقسم أيضاً الأسماء إلى الأسماء المعنوية أو المجردة abstract nouns، نطلق عليها أو نطلق عليها بكلمة أو بمصطلح abstract nouns، وتعني أسماء يمكن أن تدل على حالة معينة أو شعور معين أو فكرة معينة. ومثال ذلك joy, love, pleasure, love, hate. يمكن أيضا أن تقسم الأسماء إلى أسماء المواد أو المادة material nouns، وهي الأسماء التي تدل على المواد التي يمكن أن نستعملها في صناعة الأشياء، ومثال ذلك bread, snow, water, sand، إلى غيرها من المواد. أسماء الجمع collective nouns، وهي عبارة عن أسماء تطلق على مجموعة من الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء تحت اسم واحد أو كيان واحد، ومثال ذلك كلمة fleet أسطول، مجموعة من السفن، army جيش، مجموعة من القوات أو الأفراد، crowd حشد، مجموعة من الناس. الأسماء القابلة للعد أو الأسماء غير القابلة للعد. ماذا نعني بالأسماء القابلة للعد؟ الأسماء القابلة للعد هي الأسماء التي يمكن عدها واستخدامها في صيغة المفرد وصيغة الجمع، مثال ذلك table, chair, car, bus, city, book, apple. هذه الكلمات في صيغة المفرد يجب أن تسبق بأداة التعريف a أو an، ومثال ذلك a table, a chair, an apple. في صيغة الجمع نقوم بإضافة حرف الاس، ومثال ذلك table, tables, chair, chairs, cat, cats، إلى غيرها من الكلمة. يمكن أيضا أن نستعمل بعض الكلمات أو المصطلحات قبل هذه الأسماء أو قبل أسماء الجمع، ومثال ذلك some, many, few, a few، ومثال ذلك some books, many pens, many cars، إلى غيرها من الكلمة. حالات شاذة لبعض الأسماء ويجب على الطالب أن يقوم بحفظها، ومثال ذلك man, men, woman, women, foot, feet, child, children، إلى غيرها من هذه الكلمات. قبل العد uncountable nouns. uncountable nouns هي الأسماء التي لا يمكن عدها ولا يمكن تحويلها إلى حالة الجمع وتعامل معاملة المفرد، ومثال ذلك cheese, wood, plastic, milk, water, love, freedom. يمكن استعمال بعض الكلمات قبل هذه الأسماء الغير قابلة للعد، مثال ذلك much, little, a little, little water, little milk, much sugar. يمكن أيضا أن تقسم الأسماء إلى الأسماء المركبة compound nouns، نطلق عليها بمصطلح compound nouns، أي أنها تتكون من جزئين أو أكثر، ومثال ذلك الجزء الأول اسم زائد اسم noun plus noun وتصبح كلمة واحدة، ومثال ذلك football, rainfall، foot لمفردها أو لوحدها هي اسم، ball أيضا لوحدها اسم، فأصبحت كلمة واحدة football، وهي يطلق عليها باسم compound nouns.
ايضا الجزء الثاني يمكن ان يبدا ب ING form شكل ال ING اضافه اسم، ومثال ذلك swimming pool. swimming هي عباره عن ING form، pool هي عباره عن اسم. اما الجزء الثالث من الاسماء المركبه يمكن ان يحتوي على صفه باضافه اسم adjective plus noun، مثال ذلك green house drinking water. عزيزي الطالب او الدارس، ارجو منك الاشتراك في هذه القناه عن طريق الضغط على زر الاشتراك او كلمه سبسكرايب على اسفل الفيديو من اجل ان يصلك المزيد من الفيديوهات التعليميه. ارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونراكم في فيديوهات لاحقه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.